أن الإنسان إذا مات يتمنى الرجوع إلى الدنيا. لماذا يتمنى الرجوع الدنيا؟ من ضمن الأشياء التي يتمنى أن يرجع ليحققها في الدنيا: فأصدق وأكن من الصالحين. لما الميت يوضع في قبره يعلم عظم قدر الصدقة عند الله عز وجل، وكم يغير الله عز وجل بها حالة إلى أفضل الأحوال، وكم فيها من خير، وكم فيها من بركات، فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يتصدق. وحتى وإن كان من المتصدقين يتمنى أن يزيد من الصدقات. هذا كله من الأمور التي تخفى علينا، فنبخل بأنفسنا عن نصرة الدين، ونبخل بأموالنا عن نصرة الدين وعن التخفيف عن أهلنا.